يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نون، اللي من خلاله راح نتطرق إلى أهم القضايا التي تهم المرأة في هذا المجتمع. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. أساسيات بناء حياة زوجية سعيدة. تعد القدرة على الاستماع الجيد من أهم الأساسيات في نجاح العلاقات بين الأشخاص، فهي بمثابة حجر الأساس لتعزيز العلاقة بينهم، حيث يمنح حسن الاستماع للطرف الآخر الشعور بأهميته وقيمته، بالإضافة إلى أنها تمكنه من القيام بحوار هادف وناجح. لذا يجب على كلا الطرفين التحدث مع بعضهم البعض بلطف وإصغاء، وتعتبر الثقة أساس العلاقات في الحياة، فمن غير الممكن الاستمرار في علاقة تخلو من الثقة وتكون من خلال الشعور بالاطمئنان وعدم الخوف والشك من مشاعر وتصرفات الطرف الآخر، مما يجعل الطرفين يعيشان حياة هادئة ومطمئنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الزواج رباط مقدس وضرورة إنسانية لكلا من الجنسين الذكر والأنثى، ولذلك هناك أسس وعوامل تساعد في نجاح هذا الزواج. وأيضا الحياة الزوجية تبدأ أو الأسرة تبدأ من خلال هذا الرباط المقدس، فهناك عدة مراحل يمر فيها الإنسان حتى يحصل هذا الزواج بشكل صحيح، وهناك أيضا عدة عوامل تؤثر بشكل سلبي وتخلق المشاكل، وهناك أيضا أسس إذا اتبعناها راح نحصل على زواج إن شاء الله قائم بشكل ممتاز وسليم، ونتفادى مشكلة الانفصال والتفكك الأسري. اليوم راح نتكلم عن طرق التي ينشأ عليها الزواج السليم، ومثل ما نقول نقدر ان احنا نحافظ على رباط هذه الأسرة من التفكك، مع ضيفتنا الدكتورة زهراء الموسوي. حياك الله معنا. يحييك استاذة امل، وفرصة سعيدة ان نكون معاكم في هذه الليلة. حبيبتي حياك الله. مثل ما انا قلت بالبداية، فان الزواج جدا رباط مقدس وشيء ضروري، وتبدأ الأسرة من خلال هذا الرباط. فاحنا حابين نعرف اليوم من خلال هذا اللقاء معك اول شيء عن مفهوم الحياة الزوجية. طبعاً واحدة من التحديات اللي الحين صايرة في هذا العصر هو أن مفهوم الحياة الزوجية أساساً تغير. يعني سابقاً الحياة الزوجية مثل ما قلتي تبدأ الأسرة من الحياة الزوجية. إيه نعم. سابقاً كانت فعلاً أن خلاص الشخص مثلاً البنت لما تتزوج أو الولد لما يتزوج فعلاً أنه كأنه مو هو عنده عائلة وأم وأبو، الحين خلاص صاروا حياة أسرة جديدة، وصارت الحياة الزوجية مثل أسرة جديدة، وهذا اللي مترابطين. مثل ما واحد ما يقدر يتخلى عن أمه وأبوه ما يقدر يتخلى عن زوجه أو زوجته. إيه نعم. فكانت في السابق بهذا الشكل. الآن الحياة الزوجية صارت فعلا بمفهوم شركة. شركة اثنين يأسسونها، كل واحد لا حقوق ولا أدوار ولا امتيازات يحصل عليها. وإذا يعني صارت الموضوع صار أن الفكرة صارت موجودة أن إذا الشركة نجحت نستمر مع بعض، إذا الشركة ما نجحت خلاص كل واحد يأخذ حصته من الشركة ويطلع. لأي درجة هذا صح؟ لأي درجة هذا زين؟ هذا الحين مو موضوعنا، وإحنا ما راح نقدر نغير هذا المفهوم. خلاص لما صار مفهوم بسبب عوامل متعددة صعب أن إحنا نغيره، لكن وايد قاعد يصير هذا الموضوع بشدة وقوة. يعني ما عاد ان الحياه الزوجيه يعني ان زوجي خلاص مثل شلون انا متمسكه في اخوي واخوي مهما كان ما راح اتخلى عنه. تنازلات، مو بس تنازلات، يعني ايه هي الفكره ان هذه اسرتي، هذا خلاص انا الحين انتمي، انا كنت الحين في الاسره الفلانيه انا الحين انتمي الى هذه الاسره، سواء من ناحيه الرجل او من ناحيه المراه. فتحس ان انا كل استثمار الحين في هذه الأسرة، في هذه الأسرة، وخلاص أنا موجودة هني في هذه الأسرة مدى الحياة، هذه أسرتي، هذه عائلتي، هذه أسرتي.
هذا الشيء الحين مو موجود. فمفهوم الحياة الزوجية الحديث غير عن مفهوم الحياة الزوجية السابق. مفهوم الحياة الزوجية الحديث هو فعلاً اللي صاير إنه شراكة. لذلك وايد لازم نكون حذرين في إن الشراكة الحين منو يكون الشريك. يعني أنت الحين لو عندك 1000 دينار بتسوين مشروع، 1000 دينار بتسوين مشروع، تقولين إنزين منو من وين أجيب اللي تشاركني لازم تكون إيه. فوايد الدولة لا في نجاحها. حتى أختك ممكن لا أختي مثلاً كذي، رفيجتي كذي، بنت خالك كذي، ما أدري كذا كذي، لا هذه مثلاً لا. فوايد تفكرين شراكة. فوايد تفكرين نفس الشيء الحين في الزواج، لأنه خلاص انسوا المفهوم السابق. الحين المفهوم صاير بهذا الشكل. يعني ممكن الناس تتزوج على المفهوم السابق القديم وتدش في الحياة الزوجية تنصدم بالواقع، لأن الواقع صار المفهوم مختلف بالضبط. فهذا الموضوع اللي يعني شئنا أم أبينا صار هذا مفهوم الحياة الزوجية. إذن لازم يكون في وايد دقة في الاختيار، لأن هذا الشخص أو هذه الإنسانة راح تكون الشريك أو الشريكة في كل شيء. فهل أنا أقدر أشارك ولا ما أقدر؟ هل أقدر أتقبلها كشريكة ولا لا؟ أي نعم، هنا يدور إن إحنا ما هي الأسس التي تساعد على نجاح هذه الشراكة أو هذا الرباط؟ طبعاً أول أساس هو الاختيار الصح، وهذا شيء وايد يعني لا قوانين لا أسس، يحتاج إلى تثقيف، يحتاج إلى دورات، يحتاج إلى علم حتى أنا أقدر أختار. يعني مو مثل قبل خلاص الأهل يشوفون بنت ويروحون يقولون حق ولدهم إن أي فلانة كذي كذي شكلها وما زال يعني هذه الزواج التقليدي بهذا الشكل. وهو يقول أوكي، يروح يقعد معاها ساعة، بعدين يقول أوكي وخلاص يتزوجون، بعدين ينصدمون. هذه الطريقة في اختيار شريك الحياة أي نعم. طريقة غير صحيحة. والأسوأ من هذا، ما زال حتى إحنا في الكويت اللي نعتبر من الدول اللي وايد يعني ما أدري شنو الكلمة اللي أستخدمها، يعني زادت حالات الانفصال فيها لا 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 إحنا في الكويت متفتحين، لكن حتى في الكويت اللي إحنا صرنا متفتحين، المرأة صارت تروح الجامعة، تروح تشتغل، ما أدري كذا، ما زال في عوائل للحين عندهم إنه لا ما في شيء اسمه، ما في شيء اسمه أصلاً يقعدون مع بعض حتى مرة واحدة. صح. الحين هي رايحة الجامعة. متمسكين بالعادات والتقاليد. بالضبط، هي الحين رايحة الجامعة وشايفة على الأقل أستاذها ريال. صح. بعدين رايحة مداومة تشتغل مع ريايل ما يخالف، بس هذا اللي تبي تعيش معه لا ما يصير تشوفه، ما في شيء اسمه قاعدة. يعني عندنا أمورنا الحياتية الحين كامرأة، الحين مجتمعنا صارت عاملة وصارت مو بس فقط وظيفتها في المنزل، صار لها احتكاك خارجي. مثل ما تفضلتي إذا كانت في العمل أو في الدراسة أو حتى في الأمور الحياتية، لو تروحين تشتري من على أقرب شيء الجمعية، أيضا رجال راح نواجه بالضبط. فالحين أنا أبي أختار شخص أبي أشاركه في كل حياتي. شيء في حياتي مو شايفته، ولا هو شايف البنت اللي وهو من عمره 12 سنة قاعد يتكلم مع بنات في الانستغرام وفي المدري سناب وفي المدري شنو، وأمية ألف واحدة مكلمها. الحين هذا اللي يبي يعيش معها ما يصير تتكلم معها. فإذا هني نأتي إلى دور الأهل في نجاح أيضا هذا الزواج أو فشله، بمنظورك كيف يكون دور الأهل؟ طب ما إحنا صح مع إن إحنا يعني متفتحين، وإن إحنا مثلا الفردانية عندنا صارت مثلا عالية وإلى آخره، لكن ما زال الأهل لهم دور. إي نعم. ولهم دور وايد مهم، وما زال إحنا يعني حتى تشوفين يعني مثلا البنت أو الولد قبل الزواج مو مهتم بالأهل، مو مهتم بأبوه، مو مهتم بأمه، 24 ساعة برا، أو البنت نفس الشيء وكل تعارضات مع الأم وكل هذا. بمجرد ما يصير الزواج خلاص تكونت أسرة جديدة، طلعوا من البيت، يصير تأثير الأم والأبو عليهم أكثر، مع أن المفروض يكون العكس. صح. لكن لا يعني لأن في فترة المراهقة والشباب الشخص يبي يكون شخصيته المستقلة. لما استقل بشكل حقيقي في الزواج الحين يرجع إلى منظومته اللي كان فيها. لذلك يقولون الزواج مو ارتباط بين شخصين، ارتباط بين عائلتين. صح. مجتمع. وايد بالضبط. وايد يصير أن مثلا شخص بيختار بنت يقولون لها أن يقولون لها أن بس هذيلي مثلا كذا، بس أمها مثلا كذا، يقول أنا ما لي شغل بأمها، أنا باخذ البنت. أو العكس، البنت تقول أنا ما لي شغل بأمها، ما لي شغل بخواتها. طبعا هذا شيء غلط. بالضبط، هذا شيء غلط، لأن ما في أي ضمان. ممكن الحين هذه ما يكون لها فعلا مثلا تستقل وتقدر، بس ما في أي ضمان إنه يصير. صح. لأن مرده هو متشعب من هذه العائلة، وهي كذلك متفرعة من عائلتها، فما نقدر نحن
على قولتهم ان نفصل. اذا عندنا ايضا اسرار نجاح الحياة الزوجية، ولكن خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع لك من بعده يا دكتورة. رجعناكم من بعد الفاصل. ولكن دكتورة، أنت تكلمتي عن دور الأهل مثل ما تفضلت وشرحتي أن دورهم مهم، وما نقدر أن إحنا نفصل لما يقول راح نتزوج أن أنا ما راح أكون من خرطة أو من متداخلة مع المجتمع الجديد اللي راح نتميمي مجتمع مثل أهل زوجي. فدور الأهل جدا مهم، أتمنى لو تعطينا تفصيل أكثر في هذا الدور. صح، احنا يعني وايد يصير من مراجعين للحياة الزوجية لما مثلا لما زوجة تراجعني بروحها او لما زوجي يراجعني بروحه، وايد من الاشخاص يحتاجون الى تدخل شخص ثالث، والشخص رافض انه يجي مثلا للاستشارة، الزوج او الزوجة. يعني مو بس ان الرجال يرفضون، لا، في زوجات او في نساء ترفض انها تراجع، وهم مو قادرين انه يحلون المشكلة. انزين، فيحتاجون الى تدخل شخص ثالث بس يكون عاقل وحكيم. المشكلة وين؟ المشكلة أنه للأسف اللي أنا أسمع على الأقل، يعني من مراجعين اللي أسمعه، غالباً مثلاً لما البنت تروح عندها مشكلة مع زوجها، تروح تشتكي لأمها. غالباً أنا ما أقول الكل، أكيد في أمهات حكيمات وفي كذا، بس غالباً اللي أسمعه أن الأم غالباً يكون عندها حلين. يعني أهما أساساً الأمهات نوعين، يا إما أم لما تروح تشتكي مثلاً البنت حق أمها ان عندنا هذه المشكله كذا، خلاص اللي بايعك بيعيه، ترى انت بعدك صغيره وفي ألف من يتمناك، وخلاص اصلا شيلي اغراضك تعالي، ترى احنا مو عايزانين منك، ترى احنا مو هذا. فيكون تحريض انه اتركي خلاص وما تهتمين فيه، يعني خليه اذا يا واعتذر وقدم تنازلات رجعي، اذا لا خلاص انفصلي عادي، واحنا نحطك على راسنا وما ادري كذا. وأسوأ من هذا بعد شنو؟ قطي عليه عياله وتعالي. ليش؟ مثل ما انت مهمه بالنسبه لك بنتك، هي ايضا ابنائها بالنهايه. فهذا الشيء وايد قاعد يصير. النوع الثاني من الامهات او من النصائح ان اي شيء تقول البنت تقول لها صبري. مثلا تجي تقول انه صار مثلا مشكله بيننا، طقني، صار في ضرب مثلا، رفع ايده علي، عادي، ترى أبوك فهم كان يطيقني وأنا تحملت، كل الرجال كذي، الرجال عصبيين، خلاص صبري. فما عندهم حل، فيا إما صبري يا إما طلقي. فهذه أغلب، ما أقول كل، أغلب الحلول اللي للأسف الأمهات يقدمونها. إيه نعم. حتى للولد، يعني حتى الولد لو راح قال حق أمه إيش تبي فيها، طلقها، ألف من أحسن منها، أنت شنو ناقصك، إلى آخره. فالأهل على الأقل إذا أنت ما عندك حل تقدرين تقدمين، ما تقدرين تحلين هذا الموضوع، على الأقل أرشديهم إلى أبسطها، والله مثلا الحين في اليوتيوب في وايد محاضرات، روحي دوري على هذا الموضوع، شوفي يمكن المختصين، أو شوفي محاضرة توعوية، أو راجعي للاستشارة. صح. الحين خلاص في مفهوم الاستشارة الحين الكل بعد يعرفها، فأنا ما أقدر أساعدك، راجعي مختص استشارة يساعدونك مثلا كذا. فسالفة التحريض هذا أو سالفة صبري، لا هذا ينفع ولا هذا ينفع. والتحريض وايد قاعد، يعني للأسف وايد قاعد يسبب إلى تشتت في الأسرة وانفكاك. مثلا أوكي، الأم تحرضها، هي تي تطلع من البيت، من بيتها تروح بيت أهلها، بعدين تندم تشوف لا ما كان يسوى، الحين تبي ترجع، فوق ما تقدر ترجع، ما تقدر ترجع، لأنه خلاص الريال هم صار أنه شنو، أنت على أبسط شيء تتركين وتروحين، زائد اهلها ما يسمحون لها ترجع، او يمكن يحرضونها انت لا كذي راح تخلينا احنا انت ضعيفه وشلون وما ادري شنو وهذا، والكرامه المفهوم اللي قاعد يستخدم بشكل وايد خاطئ. فيعني حتى يعني انا عندي من مراجعين بالسر يلتقون في بعض، هي زوجها للحين زوجها وعلى ذمته، خوفا من الاهل بس خلاص اوكي صار خلاف بينهم، الحين طابت يعني انحلت المشكله الماضية. لا انت ما يصير تردين الا اذا صار كذا، الا خلاص هي تبي ترد او ما ادري كذا، لا اذا انت ترديتي كذي ترى احنا ما لنا شغل فيك، ترى بعد ما ادري كذا مره ثانيه ما لي هذا، فهي تخاف. فهذا للاسف تدخلات الاهل بشكل سلبي، يعني تدخل الاهل بشكل ايجابي شيء وايد مهم. بالعكس اذا انا اشوف ان ولدي مثلا قاعد يتعامل طريقه مو زينه مع زوجته،
أقول له ترى مو حلوة هذه الطريقة، أنت ترضى مثلاً رأي أختك يتعامل مع أختك بهذه الطريقة، ترى أنا ما أحب أن أنت تعامل زوجتك مثلاً كذي. الولد هذا راح ينتبه، هذا تأثير كلامها وايد راح يكون إيجابي. قوي. إيه نعم. بس إذا شنو هذا زوجتك تكلمك كذي وأنت ساكت، أنت ما أنت ريال أنت. فهذه التحريضات اللي تصير والتدخلات السلبية، أو أنه خلاص مثلاً الزوجين متفقين، متفق مثلاً أن زوجته الليلة رايحة عرس والعرس مطول لساعة 12، متفقين خلاص وهو ماسك اليهال، اليهال يبتشون ما أدري كذا، الأم شنو هذا، أنا عمري ما صار أبوك يمسكهم وأنا أطلع، شل حريم شنو ما أدري كذا، الحين هم متفقين وهو ما عنده مشكلة. لما يصير الغضب، لما يصير هذا التحريض بس تترد، تعالي اخذي عيالك انا بعد مالي شغل، وتتحول الى هوشه. الى هوشه صح. شنو السبب هذا التحريض؟ كلمه، مجرد كلمه ولكن ادت الى مشكله. بالضبط. فهذه التدخلات السلبيه من الاهل للاسف صايره واحده من اسباب الطلاق، توصل صح. للطلاق بسبب هذه الامور. كثره المشاكل تحرض على الانفصال والتفكك، ويصير بدال المحبه تصير العداوه والبغضاء. نبي احنا اسرار، ان في هناك اسرار حتى ينجح الزواج، هناك عوامل او اسس اذا مشينا عليها الزواج إن شاء الله يستمر. طبعاً أسرار النجاح وايد كثيرة، في دورات 4 ساعات 8 ساعات نقدمها على أسرار. نبي جزئي. أنا بس إيه جزئي المهم، الشيء المهم اللي أنا دائماً أركز عليه في لنجاح الزواج هو موضوع الاحترام. يعني الحب مشاعر، مو بيدنا، أنا مو بيدي إن أحب 10 درجات هذا الشخص أو أحب 8 درجات أو مثلاً ما أدري كذا، مو بيدي، أو هو مثلاً عنده هالكثر حب، هي عنده. الحب مشاعر مو بيدنا، لكن الاحترام سلوك، الاحترام بيدنا. وفي مفهوم خاطئ عند بعض الأزواج خصوصا الشباب، انه اوكي تزوجوا وصار في بينهم انه يعني خلاص حست هي او حس هو انه انا ما راح استمر معاها او ما راح استمر، ابي انفصل. فشنو الفكرة تصير؟ زين دام انا بنفصل ليش اعملها زين واملها واحسسها ان انا خلاص يطق كل شيء على قناتهم بالطوفة، خربانة خربانة. إيه خربانة خربانة، خلاص أنا لو تعاملت زين وهو أو هي رح، لا هي رح تبني أمل إن أنا بعيش معاها. أوكي بس أنتوا ليه الحين اللي عايشين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عاشروهن بالمعروف وسرحوهن بإحسان، يعني عاشروهن بالمعروف يعني إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. بالضبط. الحين في آية ثانية بعد عاشروهن بالمعروف أو تكملة ثانية صح. بمعنى الاثنين، إن يعني تعاملها أو إنك تسرحها بالحسنة. فدام أنتوا عايشين مع بعض، وهذا يشمل المرأة والرجل، يعني حتى المرأة لازم يكون عندها معاشرة صبر. بالمعروف، والرجل يكون عنده معاشرة بالمعروف. ليه ما أنتوا عايشين اسمكم أزواج لازم يكون معاشرة بالمعروف، هناك احترام. إيه نعم. وأهم شيء في المعاشرة بالمعروف هو الاحترام، يعني أنا ممكن أكون متضايقة، أكون خلاص أفكر بالطلاق، أكون قاعد أخطط للطلاق، بس هذا كله ما يعني إن أنا أسيء الأدب أو أقول كلام جارح. شو مثلا هذا الشخص حساس عليه أنا أجرحه، يعني اذا يمكن من اسرار نجاح الزواج السر الثاني هو ان انا امتنع من الاشياء اللي تجرح الثاني. للاسف بعض الازواج لما يتضايقون يحبون بعض، اوكي عايشين مع بعض امورهم زينه، بس لما يتضايقون يجرحون بعض بشكل جدا قوي على اساس تفجير بالخصومة. بالضبط، على اساس ان انا متضايقه او انا متضايق افش خلقي. اي انزين ما يصير. انت صح ان اوكي الكلام اللي واحد يقوله في وقت الغضب هو مو الكلام اللي يقصده، وصح هذا الشيء، بس بالنهاية الجرح يترك اثر. انت بعدين مهما اعتذرتي انا اسفه انا ما اقصد، او انت تذكرين الكلام هذا ما راح يروح، اثره راح يكون. فنقطتين وايد مهمين، ما نقدر نقول كل اسرار نجاح الزواج. اول نقطه الاحترام بغض النظر عن درجه الحب اللي موجوده. رقم 2 لا تجرحون بعض، يعني هذا الجرح انت الحين انت مثلا مع زميلاتك بالدوام تاخذين راحتك تقولين اي شيء ولا تحسبين حساب؟ لا طبعا في حدود. حتى مع الازواج انت عصبتي او انت عصبت ضايقت الحركه كانت مو زينه، انتبه على هذا الجرح. الجرح هذا ما يروح. لذلك تشوفين 20 سنه متزوجين لما يصير خلاف يتذكر من الخلاف اللي صارت في وقت الملكه، لان هذه الجروح تركت أثر وما انتهت. الكلام معك جدا صراحة جميل ومشوق وفائدة جدا كبيرة، ولكن خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع من بعده.
ورجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل. دكتورتنا ما شاء الله كنز معلومات وتبارك الله جدا استفدنا من اللي قلتي. نبي الحين طمعانين معك بالنصيحة، نصيحة عشان يستمر هذا النجاح إن شاء الله في الزواج. إن شاء الله. الحب موضوع مهم في الزواج، يعني مو ديكور ولا أنه مثلا شيء جانبي أو مثلا ثانوي. الحب شيء مهم، لكن الحب يحتاج مهارة، يحتاج أن إحنا ننميها ونحافظ عليها. فنصيحتي أن سواء في موجود بينكم حب أو الحب ضعيف، لازم تنمونه، لا تركنون أن إحنا نحب بعض فخلاص، لا، حتى لو تحبون بعض لازم تنمونه، لازم تكتسبون مهارات حتى هذا الحب يكبر ويستمر، لأن الحياة بدون حب راح يكون روتين ممل. فإن شاء الله أتمنى للجميع زواج مليء بالحب والسعادة والتوفيق. اللهم آمين أجمعين. شكرا لك اليوم لحضورك معنا ونورتينا في حلقتنا. نكون وصلنا معاكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ومع السلامة.